مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، حيث سنتطرق فيه إلى برمجة بروتوكول البوب سوب باستخدام الـ MQTT. فالبوب سوب تطرقنا إليه في الدرس السابق باستخدام قاعدة بيانات الغوديس، إلا أن هذا الدرس سيستخدم بروتوكول موحد المسمى بالـ MQTT. هنا في مقال الويكي يقولون أن الـ MQTT فهو بروتوكول أخذ القياسات عن بعد، ويستخدم الديزاين باترن المعرف بالبوب سوب، وهو خفيف، أي يمكن وضع تطبيق صغير جدا مبني على الـ MQTT في لي سيستيم امباركي، الاجهزه الصغيره مثلا كالرازبيري باي والاردوينو. يمكن برمجه تطبيقات مبنيه على معماريه البوب سوب باستخدام ام كيو تي تي في التطبيقات الصغيره، حيث يرسل بروتوكول ام كيو تي تي اقل عدد ممكن من المعلومات في الشبكة، وذلك لأن أغلب الأجهزة الصغيرة فإنها تشتغل على البطارية. لكي نقوم بهذا الدرس وجب نصيب موديول الـ MQTT في Node.js، وأيضا نصيب البروكر أي الوسيط، وهو الخادم الذي سيقوم باستقبال و إرسال المعلومات إلى الكلاينت. هناك العديد من خوادم الـ MQTT. في هذا الدرس اخترت خادم الموسكيتو نظرا لصغر الكود سورس وسهولة تنصيبه. موسكيتو، نقوم بطاغ موسكيتو وعملية الميك، وفي النهاية تقومون بميك انستال. فالأمر سهل جدا، عند كتابة تعليمات موسكيتو فإننا نقوم بإطلاق خادم الـ MQTT على هذا البور، وهو البور الخاص بالـ MQTT هنا بالمجلد. نقوم ب npm install mqtt، ولقد قمت بهذا الأمر مسبقا. في هذه المرحلة نكون قد قمنا بتنصيب خادم الـ mqtt وتنصيب موديول الـ mqtt. نقوم بتحميل الـ mqtt mqtt require mqtt. MQTT نقوم بعملية الكونكت لوكال هوست وإرسال معلومات، مثلا شيء عشوائي. لإرسال شيء عشوائي سأقوم بتنصيب موديل مسمى بفايكر npm install فايكر، وهو مسؤول عن توليد معلومات عشوائية للتجربة. لتجربة موديل فايكر نقوم ب var فايكر require فايكر، مثلا فايكر لوغيم sentence. في كل مرة سيعطينا جملة عشوائية، حيث أن الغرض من هذا الدرس هو إرسال معلومات باستخدام الـ MQTT واستقبالها في الجهة الأخرى، مثلا for أو set interval function، مثلا في كل ثانية سنقوم بإرسال message. Not really.
قم بتحميل مكتبات نود اي اي جي وتحميل مكتبات فيكر. هنا نقوم بمثلا جملة عشوائية sentence faker logem sentence. أظن أن sentence ليست صحيحة، هذه هي الأصح. وهذا فقط للتجربة. نقوم بعملية mq publish test event و json stringify message، أي أننا في كل ثانية نقوم بإرسال المعلومات إلى الخادم الوسيط الخاص ببروتوكول MQTT. الدرس الكود الخاص بالدرس 13 لا يقع أي شيء. نقوم أيضا ب ببرمجة الكلاينت MQTT subscriber.js لكي نتفادى تكرير هذه الأشياء. نقوم ب MQ subscribe test event function data وطبعها console.log data. فإلى حد الآن لم نقم بأي شيء سحري، فقط قمنا بإرسال المعلومات إلى خادم MQTT والكلاينت سيقوم باستقبال هذه المعلومات. نوت فهو الدرس 13 سبسكرايبر نيل استقبل نيل. لماذا تست ايفنت تست ايفنت أظن أن الأمر ليس صحيح، فهو on message function و channel و data. أظن أن هذا هو الأصح. كما تلاحظون الآن فإنه يستقبل المعلومات، فالمعلومات كما قلت فهي بينار لأن بروتوكول MQTT يرسل دي بيت ولا يرسل كاركتر. فداتا فهي من نوع بوفر، والبوفر هناك ميثود معرفة toString تمكننا من تحويل البوفر إلى شين دو كاركتر. كما تلاحظون ففي كل مرة كلاينت الخاص بالـ MQTT يستقبل المعلومات المرسلة. نستطيع استخدام الـ MQTT أيضا لي برمجة خوادم موزعة، مثلا خوادم دردشة موزعة أو التقاط المعلومات من المجسات، مثلا محارر إلكترونية أو جيروسكوب أو أكسليرومتر أو محاور الجويستيك كالدرس السابق مثلا إلى آخره. الفرق بين الـ MQTT والغوديس، فإن الغوديس فهو بروتوكول بروبريتار خاص بمنصة الغوديس، أما الـ MQTT فهناك العديد من البروكر الخاصة بعملية الوساطة بين
تطبيقين. هناك أحد الخوادم العالية الكفاءة للMQTT مكتوب بلغة الأورلانج المسمى MQTT أورلانج. استسمح فعندي بعض المشاكل في الشبكة. فهو خادم مكتوب بالأورلانج وعالي الكفاءة لبروتوكول MQTT. تستطيعون تجربته. وجب فقط معرفة أساسيات تنصيب التطبيقات المكتوبة بالأورلانج، وسيقوم بنفس عمل الموسكيتو، إلا أن الموسكيتو فهو أسهل في التنصيب. وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.